السلام عليكم ورحمة الله، كديرين البنات؟ لبس عليكم، كل شيء في أمان الله. مرحبا بكم في عالمنا اللي هو عالمنا ولي الوصفات. مرحبا وألف مرحبا. وكنبدأ بالصلاة على رسول الله، اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد دي ساندويتش، ولا غادي نقدم لكم بعدا دي باغات هما الاولين باش كيداروا لي ساندويتش، ومن بعد غادي نقدم لكم الحشوه باش غادي نعمروا هاد لي ساندويتش اللي هما غزالين للدراري. وبالنسبه للمدرسه، بالنسبه للخرجات هكا ديال نخرجوا فسحه ولا للدار كنستراحوا مثلا بالعشيه الكوتي، ولا تيبغيوهم الوليدات تيحمقوا عليهم، وصحيا في نفس الوقت كيجيو زوينين وشي حاجه ديال الدار مضمونه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاجوا هنايا الفورص. عندي هنا انا درت ليه شويه ديال الطحين ديال الدار، ودرت الفورص، درت جبانيه ونص كبيره، ودرت ربع جبانيه ديال او زلافه ديال سميتو ديال الطحين الدار، جلافه ونص ديال الفورص مع ربع زلافه ديال الطحين ديال الدار. هاد الشيء كله هو غادي نحتاجو معاه. بالنسبه للطحين راه ممكن انكم تدوبلو على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. هنايا عندي هنايا شويه ديال السنيده، نحسب معلقه كبيره ديال السنيده والملح حسب الذوق. هنا عندي شويه ديال التخليطه ديال الخبز، راه الا مشيتو عند مول الحلويات راه تلقاوها، راه زوينه وصحيه، فيها زريعه الكتان، فيها زنجلان ابيض، زنجلان لاخو، وفيها شويه ديال البافو، وفيها شوفان، وفيها شويه ديال الزريعه ديال نوار الشمس. هادشي اللي فيها، ما بغيتو تستغناو عليها راه ممكن انكم ما ديروهاش، ديروا شويه زريعه الكتان راه صحيه، غير حنا باش تنزيدو نغنيوهم اكثر. يعني هنايا عندي مطيشه ديال الحك، عندي معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك او الطماطم المركزه. عندي هنا معلقه ديال الخميره كبيره، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده. ها هي كيف ما كتشوفوا صافي. وعندي خماره ديال الحلوه باش ما ننساش. وهادشي كله هو غادي نجمعو بالماء. وهنايا ما تنساوش على اننا هاد العجينه كلها غادي نجمعها بالحليب، عفوا بالماء دافي، واللي بغى يجمع بالحليب راه تيجمع، انا كنفضل كتجمع بالماء دافي باش كتجينا خفيفه. المهم بسم الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو اول حاجه بسم الله على بركه الله، غادي ناخذ الطحين وغادي نديرو فيه النواشف. غادي نعاود معكم العناصر، كنديرو السنيده، كنديرو الملح، كنديرو الخميره الفوريه او الخميره المعجونه على حساب اللي متوفر عندكم، وكنديرو هاد التخليطه ديال الزرارع، تنديرو خماره ديال الحلوه وحده، باش ما ننساش معاكم هنايا راه نسيت ما ذكرتو لكم مع المقادير، عندي ربع كاس ديال زيت الزيتون. اللي بغى دير زيت نباتيه راه تديرها، انا تنفضل ندير زيت الزيتون صافي. وعندي هنايا معلقه ديال الزبده غادي نديرها حتى هي، وكما كتشوفوا ان الزبده لينه. الزبده لينه كيف ما كتشوفوا، خرجتها من قبل من الثلاجه. بغيتو ديريها حيوانيه او زبده ديال مارغرين ما ممكن ديروها. غادي نسقطر هذا الزيت حيت ما عزز عليا حتى شي حاجه تبقى في شي اناء صافي. هنايا غادي نبسس هذا الشيء كامل، وغادي نزيد مطيشه ديال المركزه او الطماطم المركزه صافي. وغادي نجمع كل شيء بالماء ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو لا تيكستور ديال العجينه كيفاش كتكون عندنا، او القوام ديال العجينه كيفاش كيكون عندنا. انتما كتشوفوا هاي العجينه كيف ما كتشوفوا جمعتها مزيان، ها كيفاش كيكون القوام ديالها، كتكون مرخوفه وشويه ما بين وبين بحال العجينه ديال البريوش. هذه هي العجينه راه دلكتها انا مزيان، واللي عندها العجانه راه كتخدم بالعجانه. دابا انا هنا غادي ندهن هذا البول فاش غادي نرجعها تخمر فيه. هي شويه الزيت باش ندهن البول صافي. غادي نرجعها تخمر فيه واحد المده ديال تقريبا ديال نصف ساعه. كل ما خمرات راه مزيان، حيت غتخمر لينا جوج خميرات هاد العجينه ديال اليوم. شفتوا العجينه زوينه، راه عرفتي هادشي حيت بقيت غير ندلك فيها انا بلا وقت، ما عطيتهاش الوقت بالضبط باش دلكتها. وإلا بغيتو ديروها في العجانه راه ممكن صافي. بحال هاد الشكل هذا
كيكونوا من القوام ديال العجينه ديالنا. صافي غادي نغطى كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه حتى ساعه النار وهي كتخمر، غنخمرها مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها ونعاودوا نتلاقاو باش غادي نشكلوا العجينه ان شاء الله. العجينة هانتوما كتشوفوا راه ضعف الحجم ديالها، ها هي غادي نهبطها شويه باش نقص من هذاك الهواء اللي فيها، وغادي نقسمها كويرات على قد لي فاغيت اللي باغين ديروا نتوما الساندويتشات اللي باغين ديروا. انا غنقسمهم كويرات صغار ونعاودو نخليهم يترخفوا ونعاودو نتلاقاو باش غادي نشكلوهم مع بعضياتنا ان شاء الله. معكم بعد ما صرخفوا لي الكويرات، هانتوما كتشوفوا الكويرات درتهم على هذا الشكل، هذا راه درتهم غير صغيورا وبداو تيخمروا لي، راه خرجت لي 20 حبه ديال هاد الكويرات. كنسرح هكا الكويره ديالنا بحال هذا الشكل، هذا على شكل دائري ماشي اوفال، وكنبدا نسد فيها من هنا، كنبدا نسوديها من هنا. هانتوما كيما كتشوفوا بحال هذا الشكل هكا، وحنا كنسوديو فيها حتى كنكملوها وكنديروها على شكل باغيطه ولا على شكل بتيبا بهذا الشكل. هذا انا غادي نعاود وحده اخرى قدامكم تتشوفوها. صافي غادي نهزو غتعطينا هذا الشكل، هذا غادي نحطها في اللاطه، غادي نزيد وحده اخرى هكا قدامكم تتشوفوها. هذه الكميه اللي عطيتكم ديال الطحين راه تتخرج 20 حبه ديال الباكيط. هادي درتها صغيره بزاف ولكن حتى هي راه تجي زويونه بهذا الشكل هذا. صافي ها هما بحال هكا كنسوديهم كاملين بهذا الشكل هذا. الله تجيكم العمليه سهله، هما راه مساهلين. شوف كيف ما كتشوفوا راه ساهلين بحال هكا، كتجي اوفال. كنعاود ندير وحده اخرى باش تعرفوا ولا التقنيه كيفاش دايره، باش كتشوفوا التقنيه كيفاش دايره. كنديروا لهم هكا كنسرحوها على شكل دائره بحال غادي نقرصوها، واللي ما بغاتش تقرص لا تدير المدلك باش كتستعين بالمدلك. انا راه جاوني مرخوفين زوين العجينه ديالهم، راه الا عجنتهم غتعجبكم. وهذا اللويه اللي تتشوفوا فيه راه هو ديال الماطيشه ديال المركزه ديال الطماطم المركزه او مطيشه ديال الحك، راه هو تيعطي هذا اللوين زوين فيهم، ومني تطيبوا في الفران كيعطيو اللوين مذهب اكثر، كيجيو زوينين. غادي نديرهم قدامكم في اللاطه باش تشوفوهم. انا درت كميه منهم، غادي نستفهم هكا في اللاطه، ومن بعد غادي ملي نكملهم كاملين غادي نقرصهم هكا كيف ما كتشوفوا بحال هكايا. غنقاد لهم الشكل ديالهم ونقرصهم بحال هكايا كيف ما كتشوفوا، نحاول ما نخليهمش يتلاصقوا باش ما يجيونوش ملاصقين في الطياب. صافي بحال هذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوها هي الكميه كلها درتها. ومازال غادي نكمل هذوك الكويرات اللي بقاو ليا، وغادي نخليوهم يخمروا واحد نص ساعه تقريبا. المهم ملي نشوفهم خمروا على حساب الجو اللي عندنا غادي نخليهم يخمروا مزيان. ملي نشوفهم تنفخوا ضعف الحجم ديالهم غادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نشوفو باش ندهنوهم قبل ما ندخلهم للفران. الباكيت ديالنا ها هو خمر، من بعد ما تيخمر كناخذ واحد دانون ها هو عادي طبيعي كنحركو مزيان ولي باش كندهن هاد الباكيت ديالنا. بسم الله على بركه الله، كناخذ الباكيت كندهنو بهذا الشكل هذا. كنسخن الفرن في هاد الاثناء هذا، كنسخن الفرن وكندخل الباكيت ديالي وتنقص عليه حتى كيطيب مزيان من التحت. صافي وتنطيبو من الفوق تنحمرو، وديك الساعه غادي نعاودو نخرجو. صافي هنايا من بعد ما دهنت الباكيت ديالي غادي نوريكم غير شي ثلاثه ونعاود نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو. صافي بحال هذا الشكل هذا، غادي نجيب واحد شويه ديال الجنجلان عادي ما محمر ما والو. صافي هو باش غادي ندير الباكيت ديالنا، وتيبقى لكم الاختيار على حساب كل وحده وكيفاش كتبغي تزين الباكيت ديال. صافي بهذا الشكل هذا
صافي. وغندير الكميه كامله بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلها الفرن ونحمره مزيان ونعاودو نتلاقاو بعد ما يتحمر لينا الباكيت ديالنا. دابا انا رجعت لكم بعد ما وجدت الخبيزه ديالنا، ها هما راه كيجيو زوينين ومحمرين وراه كيجيو خاويين من الوسط، ها انتم كيف ما كتشوفوا. انا راه شديتها فتحتها من الوسط باش باغا نعمرها. شوفوا راه كتجي ما فيها لا عجينه لا والو، شديتهم فتحتهم كاملين كتشديها. انا غنوريكم طريقه سهله باش كتفتحيهم. هو المقص كتاخدي خبيزه بحال هكا مثلا وكتفتحيها هكا، راه عرفتي كيجي رطب وكيجي زوين وكيجي خاوي، يعني تقدري تاكليه غير بوحدو هو مدوز راسو. ها انتم راه ما كيجي فيه لا بابه لا والو، كيجي خاوي وكيجي زوين، ممكن تعمري وكيجي طيب زوين. انا غادي بسم الله على بركه الله. الحشوه باش غادي نحتاج عندي هنا الدجاج، صدر ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا انا شديته درت ليه غير سميتو، درت ليه غير شويه ديال البودره ديال الثوم راه سبق لينا وحضرناها، شويه ديال الابزار وشويه ديال زيت الزيتون. فاش شحرته بغيتو يكون غير بيض بحال الشكل ديال المشوي، بحال داكشي اللي كيتباع في الزنقه، بغينا نديرو فوتوكوبي. ودرت وهنا عندي الطون ديال الزيت المعلب، صافي هذا اللي عندي. وعندي شويه ديال الماطيشه شديت قطعتها هكا على هذا الشكل، عندي شويه ديال الخس، وهنا مايونيز منزلي يلاه حضرته نيت غير دابا، راه في سبق ليا حضرته، فيه غير بيضه وفيه شويه ديال الخل والزيت العاديه. صافي ولا بغيتي ديري فيه شي فريميجه، ولا بغيتي تنكهيه كتنكهيه بشويه ديال الثوم او شويه القزبر ومعدنوس. صافي ولا شويه الزعتر، هذا اللي باش صوبت انا المايونيز. صافي شويه ديال الفرماج احمر، بسم الله على بركه الله. غادي نبدا نعمر قدامكم وحده بوحده باش تشوفوا كيفاش غادي يجي الساندويتش ديالنا. غادي ناخذ الساندويتش الاول، غادي اول حاجه غادي ندهنوا شويه ديال المايونيز، واللي ما تيبغيش المايونيز راه ممكن يتخلى عليه، ولكن هذا راه مايونيز غزال كيجي زوين ورائع وكيجي منكه. الا بغيتي تنكيه بغيتي ما تنكيهش راه كيجي زوين بلا حتى شي حاجه، باش كيجينا الخبز رطب ما كيجي لاش ناشف. صافي وكناخذوا شويه ديال الخس، كندير شويه ديال الخس هكا بهذا الشكل هذا، شويه ديال الخس. كناخذ شويه ديال الدجاج، انا راه درته بهذا الشكل هذا غليظ ما درتوش رقيق، ثلاثة ديال الشرائح ديال الصدر ديال الدجاج. كنحطو فوق منهم مطيشة هاكا شرائح، بحال هاكا غير شوية ديال المطيشة متنقويوش. هنا و تنديرو فيهم شوية ديال الفرماج محكوك، اللي عندو الفرماج ديال الساندويتش و بغا يطريسيهم راه ممكن يديرها. صافي و تنحطو الساندويتشات ديالنا بحال هاكا، راه كيجي زوين وكيجي رائع. وممكن اننا ناخذ واحد السورينغ ولا واحد بلاستيكه ونثقبوها تقيبر صغيوره وتنزيكزاغيو هكا، راه كيجي زوين. غنعاود ساندويتش اخر قدامكم ديال الطون، واللي بغا يبريسي راه عندكم الاختيار ديك الساعه كتبريسي. غادي نعاود ساندويتش اخر ديال الطون، ديما كندهن بلا مايونيز، راه نفس المكونات غير الطون اولا الصدر ديال الدجاج هو اللي تنغيرو، هما راه نفس المكونات اللي كتبقى هي نفسها كنبقاو نديروها. كنجيب حدايا هنا الطون، كندير شرائح ديال الطون، وممكن تسبقوا الخس. انا درت هنا شرائح ديال الطون هما الاولين. صافي وتندير ليهم شويه ديال الخس، غندير غير وحيده بهذا الشكل هذا. صافي وغندير شرائح ديال المطيشه، كنتمنى انكم توجدوهم راه كيجيو زوينين وتيعجبوا الوليدات وتيعجبوا حتى الكبار. راه ساندويتش منعش يعني خفيف ماشي ثقيل، ماشي فيه شي حاجه اللي ثقيله، ودائما الفرماج واللي بغى يدير فرماج ديال الساندويتش راه تيدير. المهم غنعمر كل شيء، غادي نعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. كملنا الساندويتشات ديالنا، ها هما كيف ما كتشوفوا، هاد النصف راه بالدجاج وهاد الاخر راه هو بالطون.
كيف ما كتشوفوا رافقته بكؤوس ديال العصير، اي مشروب ممكن ترافقوا به. انا درت غير شويه الخوخ مع الحليب مع البنان، راه كيجي زوين ورائع. وكنتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم هاد الساندويتشات، راه زوينين زوينين وما تشكرهمش ليكم، راه مازال الا درتوهم غادي نتوما تشكروني عليهم. وكنتمنى ان اللي زار اول مره القناه يدير لنا شي تعليق ويتابونا معنا ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا اي جديد. وبصحتكم وراحتكم هاد الساندويتشات ديال اليوم، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.